مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من سويعافوت. سويعافوت هذه ختامها مسك، اخر حصه ان شاء الله في هذا الموسم. للاسف الموسم الرياضي ما انتهاش بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى، لكن انتهى في الرابطه المحترفه الثانيه. ان شاء الله سعداء باش تكون الليله اخر حصه، ان شاء الله باش نرجعوا فيها ونحكيوا. اكيد الافريقي ينهزم 2-0 في مالي ضد جوليبال مالي، ونتيجه صعيبه ونتيجه قاسيه للنادي الافريقي. ان شاء الله باش نحاولوا يكون معنا اتصال من مالي من بعثه النادي الافريقي. في الرابطه المحترفه الاولى الجوله 24 واللي باش تقف على اثرها البطوله الوطنيه، الترجي يضرب بقوه والسيابي يواصل الملاحقه. في قمه الجوله مستقبل المرسى يحافظ على المركز الثالث، في اسفل الترتيب سبعة فرق لا تزال تصارع من اجل البقاء، والمستفيد الاكبر هو نادي حمام الانف بعد نتائج هذه الجوله. مبروك في الرابطه المحترفه الثانيه، مبروك لاولمبيك الكاف، ايضا مبروك للملعب الجيرسي الصعود الرابطه المحترفه الاولى، ورسميا الملعب النابلي والقلعه الرياضيه في الرابطه المحترفه الثالثه. هيثم اهلا وسهلا، مرحبا بك في هذه الحصه. مرحبا مشاهدي برنامج اخر حصه، وصلنا للختام. هيثم والله ان شاء الله نكون احنا رضا الناس غير تدرك، لكن احنا متحاولين نكونوا معناتها مجتهدين، وان شاء الله كوردينا بعض من الناس معناتها ان شاء الله. في انتظاره كونه السيد كمال السنوسي رئيس الملعب التونسي اللي في انتظاره باش يلتحق بينا اكيد للحديث وللعوده على النتائج الحاصله في الملعب التونسي، وخاصه ان المرتبه صراحه مرتبه مفاجئه بالنسبه لمرتبه تخوف ومرتبه مفاجئه بالنسبه لاحباء الملعب التونسي. اكيد الملعب التونسي فريق معناتها عريق، نعرفوا معناتها الملعب التونسي تاريخ وموسم معناتها صعيب يقاد فيه الملعب التونسي، داولوا على الاشراف عليه الفني وعديد المدربين. صراحة زاد البشر اللي متوفر في الملعب التونسي قادرين وحقهم عملوا أكثر من اللي عملوه السنة. بقى مرتبة محيرة وعد الأشياء للمراجعة في الملعب التونسي. أكيد هذا من إن شاء الله باش نحكيوهم بعد مع سي كمال السنوسي، في انتظاره كونه يلتحق معنا. به يقولوا لي مباشرة معنا من مالي عبد الكريم النفطي. عبد الكريم أهلا وسهلا، مرحبا بك عبد الكريم. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك صاحبي معك خليفة جمالي. أهلا بك سي خليفة. مرحبا بك. اهلا بك سي خليفه، مبعوث الاذاعه الوطنيه زميلنا الصحفي. سي خليفه يظهر لي سي صالح يقول لي بحذاك عبد الكريم النفطي، ولكن انت مستعجل تعطينا الاجواء شنو صاير تو بالنسبه خاصه بعد المباراه، وكيفاش كانت الاجواء بعد نهايه هذه المباراه؟ الاجواء طبعا عاديه جدا باعتبار ان المباراه اليوم عرفت زوج فصول. الفصل الاول الذي فيه كان خارج الموضوع في الشوط الاول صراحه، صحيح بدا المقابله باهيه، لكن لما سجل فريق جوليبال مالي الهدف الاول كانت ربما كانت ضربه قاضيه باعتبار نزلت معنويات الافريقي، خاصه عندي لاعبين غير متعودين على الاجواء الافريقيه، غير متعودين. كذلك البارح التاخير اللي صار وهو خارج عن نطاق الجميع بسبب الظروف المناخيه هو اللي خلى ربما اللاعبين تقدير شويه التركيز ثم توصلهم في الشوط الاول. تعرف هيثم ظروف دي مالي صعبه جدا، هي بالاساس قدر حتى تصير الامور المناخيه. فالمقابله اليوم نجم نقسمها لجزئين، جزء اول حكم فيه الاداء الضعيف للنادي الافريقي، جزء ثاني حكم فيه صاحب الزي الاسود الذي كان اداؤه اسود. اول مره نتكلم في التحكيم، ولكن تحكيم صراحه في غياب القنوات التلفزيونيه حتى المحليه منها يعني عمل ما حب، ضربة جزاء خيالية لفريق الجوليبا وضربة جزاء واضحتين غير المعلنتين لفريق النادي الافريقي. هذا لا يبرر الاداء، كان ضعيف في الشوط الاول. الشوط الثاني لما رجع النادي الافريقي خاصة بعد دخول اسكندر الشيخ وزياد الزيادي فرشيد وجيني هز الحمل مع كريم النفطي، كريم النفطي اللي نجم يحدثكم توا عن البقية. شكرا لك سي خليفة ويا اهلا بك كريم، شنو احوالك خويا؟ شهرك هيثم لاباس؟ والله الحمد لله. كريم كان نحكيه بعد المباراه، هزيمه يظل صعيبه شويه بالنسبه للافريقي، خاصه انه كانوا هذه المباراه الوحيده اللي تفصلوا على دوري المجموعات في كاس الاتحاد الافريقي. والله هزيمه فيه كنا نجموا نتفاداوها، لو يعني جونا تعرف انت في الافريق كي تلعب في الافريق يعني مش تلعب ضد ثلاثه منافسين، هو الميدان والجمهور والتحكيم، لكن يظل مهما تكون انت كي تديك فرص لازم تسجلها. الشوط الاول حتى بالاداء نتاعنا نقول احنا ما كانش المستوى، لكن خلقنا كذا فرص
يعني واضحه باش نسجلوا المركيو. الشوط الثاني رجعنا في المباراه. الحاجه الباهيه اني احنا في البلان فيزيك يعني ليكيب الاخرى يعني الجريبه المالي تاع في البلان فيزيك احنا قعدنا حداش للاخر ولعبنا ضغطنا عليهم في المناطق نتاعهم. ضربه جزاء مش مالنا عليها. اوكي بون نعرفوا احنا تحكيم في فريق شنو يصير فيه. هذا ما يبررش نقولوا احنا كنا نجموا نخرجوا باقل الاضرار اليوم لو نقولوا احنا سجلنا الفرص اللي به. شكرا لك كريم، ان شاء الله عوده ميمونه بالنسبه لفريق النادي الافريقي وكل البعثه، ان شاء الله تكون وصول الافريقي ان شاء الله يوم الخميس. مشكور لك وصول النادي الافريقي باش يكون لتونس تقريبا يوم الاربعاء يوم الثلاثاء ال 11 تاع الصباح، نهار 11 غدوه معناتها 11 تاع الصباح. هذيك هي كرة القدم، هزيمة قاسية للإفريقي، لكن أكيد مازال الوقت بالنسبة للإفريقي يرجع لتونس إن شاء الله يدارك. أنا أشوف السكور ريكوبرابل معناتها وكان تضافر الجهود آخر أهداف النادي الإفريقي في الموسم هذايا معناتها بعد انسحابه من الكأس وبعده على سباق البطولة في الأفريق. نعرف ظروف تحوم حول المقابلة معناتها وتعرضت لبرشا مشاكل بعث النادي الإفريقي، وكانت حتى المقابلة تأجل المباراة كانت يوم الأحد تأجل حتى اليوم، كانت باش تأجل الغدوة في آخر وقت لعبوا اليوم. معناتها فما الحكم عنصر نعرفوه في الافريق معناتها يساهم برشا يدافع برشا مع الفرق المحليه في افريقيا، لكن هذا النادي الافريقي يعرفه خاصه ضرب جزاء في مباراه كما هذه معناتها تنجم تلقى في مسير كامل. هذا يقع، لكن نشوف اللي سكور كما قلت لك ريكوبيراب النادي الافريقي قادر انه معناتها يلزم تضافه خاطر المهم برشا النادي الافريقي يدخل في المجموعات حفاظا على الاجواء العامه للنادي الافريقي، وباش يدخل الموسم المقبل معناتها تكون تضافه الجهود مع المسؤولين الجدد في النادي الافريقي مع امال الاحباء نتاعهم ان شاء الله يتمكنوا باش يمثلوا تونس في بالكدا في لقاء العوده ويدخل المجموعات ان شاء الله. بالنسبه لدونا نحكيو على النادي الافريقي، عديد اللاعبين وعديد الاسماء اللي ان شاء الله باش يكون على ذمه النادي الافريقي. البارات اللي تقريبا رسميا في انتظار الامضاء مع النادي الافريقي، قيمه الصفقه 700 مليون تقريبا، رقم كبير برشا، لكن هو العقد التصريحي اللي عنده مع النادي البنزرتي، والنادي الافريقي اعرب على النيه نتاعه والرغبه نتاعه في دفع هذا الشرط التسريحي. ايضا فاروق بالمصطفى يقترب من النادي الافريقي وقيمه الصفقه، وهو العرض التسريحي معناتها للفاروق بالمصطفى مليار ونص بفلوسنا فلوس تونس، او فما عرض واحد اخر معناها بالنسبه للنادي الافريقي صفقه اخرى كونه فاروق بالمصطفى يتحول عاطفه الدخيلي مع 900 مليون للنادي البنزرتي. ايضا ايهاب المباركي اذا كان تسقط الصفقه نتاعو في الماء مع نادي ايفيون وما يتمش الاتفاق الرسمي باش يتحول النادي الافريقي بقيمه الصفقه 800 مليون تقريبا، ارقام مفجعه، ارقام كبيره برشا النادي الافريقي. ايضا بسام البلعابي يقترب من النادي الافريقي وتقريبا كل شيء صار معناها الاتفاق معناتها تقريبا شبه رسمي بينه وبين هيئه سليم الرياحي، تقريبا اسماء كبيره. بالنسبه للمدرب الافريقي واللي كثر عليه الكلام في هذه الاونه، برنار كازوني تقريبا يتفاهم مع النادي الافريقي على كل كبيره وصغيره، رجع توا لفرنسا. بعض اقاويل تقول اللي مارسي دخلت على الخط، نتصورها معناها هذيا لعبه نتاع سمسار باش يطلع في قيمه الصفقه، لكن هو لعب برشا في مارسي، لاعب كبير حتى لاعب دولي، وسبق انه مرن مارسي بعض الاشهر، وسبق انه درب في تونس النجم الساحلي والملعب التونسي فتره قصيره. ان شاء الله نتمناو كانوا تكون موافقة في والله الفريق. والله اذا كان موقع ويكيبيديا معناه يكون صحيح ورسمي ديجا، هو لهنا برنار معناتها بالنسبه للموقع لهنا برنار كازوني رسميا تحط معناها 2012 2014 في النادي الافريقي، 2010 2012 كان نادي ايفيون، 2005 حتى 2009 كان في باستيا، من 2004 2005 كان في ارميني، و2003 2004 كان في النجم الساحلي، و2002 2003 كان في نادي كان، ثم 2002 2001 ايضا كان في النجم الساحلي، 1999 2000 كان في مارسي، و1998 1999 كان في مارسي الفريق الثاني فريق بي. يعني اذا نتصور الاتفاق تم رسميا معناها، واذا كان معناها شارك في التجربه نتاعو ناجحه في النادي الافريقي، كذلك الافريقي معناتها مش فقط 2003 2004 كان تدرب الملعب التونسي عفوا، مش النجم الساحلي.